السلام عليكم. النهارده هنشرح خدعه جديده من خدع كوتشينا، وان شاء الله تكون بسيطه وسهله وتعجبكم. اول حاجه بتطلب من الشخص الضحيه اللي هو بتعمل فيه الخدعه ان هو يختار كارت من الكوتشينا، كارت عشوائي وليكن ده مثلا، تمام، 9، تمام، ده الكارت بتاعه، ده الكارت اللي هو اختاره. طبعا انا شايف الكارت، انما انت لما تيجي تنفذ الخدعه فيه مش هيكون شايف الكارت، انت مش هتكون شايف الكارت، هو بس اللي شايفه، انما انا طبعا شايفه لان مفيش حد بينفذ عليه الخدعه قدامي، تمام. بعد كده هتطلب منه يحط الكارت في وسط الكوتشينه، تمام، وبعد كده تبدا تفنط الورق، تمام. كده الكارت جوه الكوتشينه، مش عارفين فين بالظبط. بعد كده هتبدأ تطلع له الكارت بتاعه. طيب تسأله ده الكارت بتاعك؟ هيقول لك لا، لأن الكارت بتاعنا كان 9. هتحط الكارت هنا. طيب هل ده الكارت بتاعك؟ لا، برضو مش هو. طيب هنحطه هنا. طيب ده الكارت بتاعك؟ لا، برضو مش هو. هنحطه هنا، تمام. طيب برضو اديني فرصة تانية اطلع لك الكارت بتاعك، وليكن مثلا ده، لا دي 10، كارت كان 9. طيب برضو انا حاسس ان الكارت بتاعك في الاربع ورقات دول. طيب ده الكارت بتاعك؟ لا، ده ولد، الكارت بتاعك كان 9. طيب هنحطه هنا، تمام. ده الكارت بتاعك؟ لا، برضه. طيب هل ده الكارت بتاعك؟ لا. ده الكارت بتاعك؟ لا. طيب هو كده احنا اتأكدنا ان هو مش في الاربع ورقات دول. طيب هتطلب منه ان هو يمد الصابعين دول، يمد ايديه بالصابعين دول، تمام. وبعد كده هتحط الكروت بينهم بالشكل ده كده، وهنعد 1 2 3، هتلاقي الكارت بتاعه طلع في ايديه زي ما احنا شايفين كده، الكارت اللي هو اختاره 9. طيب دي الخدعة بتاعتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. طيب هنتعلم ازاي نعملها؟ هي طبعا بسيطة جدا، هي تبان صعبة انما هي بسيطة. اول حاجة انت بتخليه يختار زي ما قلنا الكارت بتاعه، الكارت اللي هيختاره كارت عشوائي وليكن ده مثلا، تمام، 6 قلب. طيب الكارت هيحطه، تخليه يحطه برضو بين الورق، فهتفتح له مكان بين الورق زي ده كده وتخليه يحطه. طبعا انت هتبقى فاصل الورق بايديك زي ما احنا شايفين كده، فاصل الورق فالكارت بتاعه هنا. وبعد كده اول ما تبدأ تفنط الورق ترجع ده كده ورا، بحيث ان الكارت بتاعه يبقى اخر كارت. وبعد كده تبدأ تفنط الورق، تفنط الورق بأي طريقة، اي طريقة من طرق تفنيط الورق دي يعني متروك الخيار لك فيها، بشرط ان الكارت بتاعه يفضل هو اخر كارت في الورق زي ما احنا شايفين كده، تمام. وبعد كده بتطلع 3 ورقات، ده طبعا بتعمل الحركة دي من ضمن التفنيط بحيث انه ما ياخدش باله يعني، وتطلع 3 ورقات من فوق، اي 3 ورقات، وتحطهم تحت، فيبقى كده الكارت بتاعه هو الرابع من تحت، تمام. بعد كده بتقلب الورق بالشكل ده وبتبدا تعرض عليه الورق، تساله هل ده الكارت بتاعك ولا لا، فطبعا هو هيقول لك لا ده الكارت بتاعك، هيقول لك لا، فهتنزل ايدك، هتقلب ايدك توري له الكارت، وبعد كده تقلب ايدك وتحط الكارت هنا، تمام، ده الكارت الاولاني، تمام. بعد كده توري له ده، هيقول لك لا، برضه تقلب برضه ايدك تحطه هنا. وبعدين الكارت ده، هيقول لك لا برضه مش الكارت بتاعك، هتقلب ايدك. السر بقى في الحركه اللي جايه دي، انت اول حاجه بتبقى ماسك الورق بالطريقه دي، السبابه بعيده عن الورق، الابهام هنا، الـ3 صوابع دول في اخر الورق، بتشد
اللي انت بتعمله انت بتشد الكارت الاخير بصبعك الاخير ده اللي هو اصغر صابع، بتشد الورقة دي اخر ورقة، تمام، بتشدها كده من فوق ما بتبقاش باينة، تمام، بتشدها كده وبتسحب الكارت اللي هو بتاعه، تمام. فانت بتوري له الكارت كده وبتسحب دي كده وتطلع الكارت بتاعه بالشكل ده، فبتبان كده، تمام، وبتحط الكارت بتاعه هنا. السر في الخدعة كلها في الحركة دي، تمام. فالكارت بتاعه هو هنا. بعد كده بتقول له برضو انا حاسس ان يعني لسه ما طلعتش الكارت بتاعك، اديني فرصة تانية. بعد ايه تطلع اي كارت عشوائي وليكن ده مثلا، تمام، وتحطه معاه. بقى كده 4 ورقات، بتاخد ال4 ورقات. طبعا الكارت بتاعه اللي هو التالت اللي هو ده، تمام، ده الكارت بتاعه. فانت بتطلع اخر ورقة من تحت تخليها فوق بحيث ان الكارت بتاعه يكون قبل الاخير، زي ما احنا شايفين كده، 6 الحمراء قبل الاخير، تمام. يبقى احنا عارفين ان الكارت بتاعه دلوقتي قبل الاخير. هتقلب الكوتشينه، تمام، وهتعمل نفس الحركه تاني، نفس الحركه، ولكن هتعملها من اول مره. يعني انت وريته هيقول لك لا، بحيث ان انت بتوريه الورق تاني زياده التاكيد، يعني ان هو يتاكد ان الكارت بتاعه مش في ال4 ورقات دول. وهتنزل برضه نفس الحركه، هتنزل الكارت كده وتسحب الورقه بتاعته على طول بقى من اول مره، تحطها هنا، تمام. وبعد كده تبدأ توري له الورق بقية الكروت، طبعا كلهم مش الكارت بتاعه، تمام. دلوقتي الكارت بتاعه بقى هو آخر كارت، تمام. هتعمل بقى آخر حركة في الخدعة، هتعمل ايه؟ هتخلي ال3 كروت دول مع بعض، والكارت الأخراني اللي هو المطلوب بعيد عنهم شوية، طالع عنهم شوية كده بالشكل ده، تمام. وبعد كده تخليه يفرد صوابعه ويحط الكارت بين صوابعه، وهتضرب ضربة خفيفة على طرف الورق من الناحية التانية من هنا، بحيث ان ال3 كروت يقعوا ويتفضل معاه الكارت بتاعه بس. طبعا هو يعني ال4 كروت مش هيقعوا، يعني غالبا 100% ال3 كروت بتوعه بقى، ال3 كروت التانيين اللي احنا مش عايزينهم هما اللي هيقعوا، لان هو احنا زي ما قلنا انت مطلع الكارت بتاعه ده هنا، فهو ايه اكتر كارت ممسوك فيهم. وهتضرب ضربة قوية شوية بالشكل ده كده، هيلاقي الكارت بتاعه هو اللي في ايديه، تمام. خدعة بسيطة وسهلة، ويبان انها يعني شكلها كويس، تمام. حاجة اخيرة عايز اقولها بس، بالنسبة لخدعة كوتشينة، انا زي ما قلت قبل كده من اول فيديو عملت فيه خدعة كوتشينة، ان انا مش محترف في الخدعة دي، انا بعملها هواية فقط. وده يعني اكبر دليل ان الخدعة دي مش كلها صعبة او مش كلها محتاجة حد محترف، فانا بعملها عشان الناس اللي زي كده، الناس اللي مش محترفين او مش متعمقين او في الموضوع ده، يعرفوا ان الموضوع بسيط وسهل. فاحنا بنعمل بس الخدعة دي من باب الترفيه، ومن باب ان الواحد مثلا يستمتع او يتبسط وهو قاعد مع اصحابه بس كده، انما الفكرة مش فكرة احتراف. يعني لو عايزين فيديوهات احترافية، في فيديوهات احترافية كتير جدا على اليوتيوب وعلى النت، ممكن تتابعوها أحسن من كده. وشكرا لكم.